لكن نبدأ حلقتنا بأهم العناوين. في ترند الأهلي، الفريق يختتم تدريباته استعدادا للإسماعيلي. وكمان في ترند الأهلي، مدرب المريخ، الأهلي المرشح الأقوى للفوز بدوري الأبطال. وفي الترند العالمي، لوف يرحل عن منتخب ألمانيا بعد يورو 2021. أهلا بحضراتكم من جديد. طبعا النهاردة هنستعرض مع بعض مباريات اليوم. النهاردة في مباراة مؤجلة في الدوري المصري، وفي مباراتين مهمين جدا في إياب دور 16 لدوري أبطال أوروبا. نبدأ مع بعض. النهاردة في مباراة الساعة 7 بين الاتحاد السكندري وغزل المحلة في الأسكندرية. هذه المباراة مؤجلة من الأسبوع العاشر للدوري العام. لكن في مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم في مباراتين الساعة 10 مساء، وهي مباريات الإياب في دور ثمن النهائي دور 16. يوفنتوس هيستضيف بورتو البرتغالي، وكانت مباراة الذهاب فوز بورتو بهدفين مقابل هدف، وبالتالي يوفنتوس يسعى لإحراز هدف للتأهل للأدوار التالية. بروسيا دورتموند هيستضيف إشبيلية، وكانت المباراة الأولى انتهت بفوز بروسيا دورتموند على إشبيلية 3-2، وبالتالي فرص فريق بروسيا دورتموند كبيرة جدا في التأهل إلى دور الثمانية. نتمنى النهاردة نشوف مباريات كبيرة، مباريات مثيرة، وبالطبع الكل منتظر مباراة كبيرة ما بين باريس سان جيرمان وبرشلونة، خاصة بعد التغييرات الإدارية اللي تمت في نادي برشلونة خلال الساعات الأخيرة، وعودة خوان لابورتا من جديد للنادي الكتالوني.